بخصوص انتوا اكيد بتتابعوا النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كلها لحد المباراتين كمان ما يخلصوا تحديدا، ضغط المباريات على النادي الاهلي، هل ده بالنسبه لكم عامل ايجابي بما انكم هتقابلوا فريق بيلعب مباراه كل 72 ساعه، ولا شايف ان هو عامل سلبي بما انه ممكن على الصعيد الاخر يكون ده معناه ان الاهلي عنده جاهزيه فنيه وبدنيه جيده؟ انتوا بتشوفوا الوضع ده ازاي؟ بالنسبه للمباريات اللي كل 72 ساعه احنا عندنا نفس السيتويشن بالظبط بتاع النادي الاهلي. احنا عندنا برضو بنلعب مباراه كل 72 ساعه، عندنا مباراه بكره. هو زي انت ما قلت يا كابتن امير، هو ممكن يكون انت بتواجه فرقه واقفه على رجليها وممكن يرجع بالسلب من اصابات، عندنا برضو اصابات في الفرقه من توالي المباريات. اعتقد لما اللعيبه بتكون مريحه اللي هي بتاخد ايام سلبيه بتفرق مع لعيب الكوره حتى بدنيا. بالنسبه لنا احنا كمان احنا ما اتمرناش، لعبنا مباراه يوم الاربعاء، لعبنا مباراه، ريحنا خميس، ريحنا جمعه، النهارده اتمرننا وعندنا مباراه بكره. فهو اضطر ان هو يدي الراحه السلبيه لان احنا عندنا الاصابات العضليه بدات من ماراثون طويل لبطوله الدوري في جنوب افريقيا وبطولة الكاس اللي خرجنا منها من الدور قبل النهائي، وطبعا دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي عنده بالنسبه لنا في وجهه نظري ان هي مشكله للنادي الاهلي توالي المباريات اللي كل 72 ساعه مباراه. انا كنت شفتكم ومحمد بتتكلموا على تاجيل المباريات، ان هو ما فيش الاعطاء الفرصه للنادي الاهلي اللي هو يلم انفاسه زي ما بيقولوا. النادي الاهلي عنده اصابات، اكيد متابعين النادي الاهلي، اكيد متابعين الفرقه، اكيد انا من وجهه نظري بالسلب، بس ما اعتقدش الجهاز الفني هو شايفها ازاي. زي ما قلت لك انا وجهه نظري انا لا، هي بالسلب على النادي الاهلي. توالي المباريات على النادي الاهلي اكيد بتضعف من حظوظ اللعيبه. لازم اللعيب في دوري ابطال افريقيا بالذات انت هتلاعب فرقه بتلعب كره، لازم تكون واقف على رجليك كويس. بالنسبه لينا احنا كمان لازم نكون واقفين على رجلينا كويس لان احنا هنلاعب النادي الاهلي. مواجهه خارج الـ 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 ما ينفعش توقع، ما ينفعش توقع طبعا. الفرقتين زي ما قلنا الاهلي بفرقته بالاكسبيرينس اللي عنده، الخبرات اللي موجوده في فرقه النادي الاهلي، فريق سان داونز الفرقه الثقيله اللي بتلعب كوره، الفرقه اللي جددت جابت لعيبه، الفرقه اللي عندها طموح السنه دي ان هي تعمل حاجه في دوري الابطال. فالمنافسه زي ما قلت لك شديده، واعتقد من وجهه نظر النادي الاهلي محتاج يرتاح بدنيا عشان اللعيبه بتاعته تقدر تكمل في مشوار الدوري العام ومشوار دوري ابطال افريقيا. بمناسبه الراحه، انتوا كان عندكم مباراه يوم الثلاث او الاربعاء قبل السفر، طلبتوا تاجيلها او تقديمها؟ اتحاد الكره اتعامل معاكم ازاي في الموقف ده؟ قصدك الاربع اللي فات ده؟ لا، كان عندكم مباراه الاربع الجاي قبل السفر ومواجهه الاهلي. هي دي اللي احنا قدمناها لبكره. قدمتوها يعني هتلعبوها لحد بدل الاربع؟ احنا كنا المفروض نلعب النهارده، بس النهارده كان في نهائي النت بانك، فما بيلعبوش مباريات في النهائي، هو نهائي الاحترام للبطوله. فاحنا قدمنا ان احنا نلعب بكره لان بكره يوم فاضي، علشان سفرنا ان شاء الله احنا هنسافر يوم الثلاث، هنوصل هنا يوم الاربعاء الصبح ان شاء الله علشان نستعد لمباراه النادي الاهلي ان شاء الله في دوري اتحاد الكره. وافق هناك في جنوب افريقيا، كانت الامر سهل. انت بتقدم له الاوراق اللي هي بتثبت احنا دلوقتي احنا مسافرين. انت في النهايه بترفع علم جنوب افريقيا، انت بتلعب باسم الدوله. فاعتقد دايما بتواجهنا صعوبات بسيطه، بس اللي هو انت بتقدم اللي يثبت ان احنا مسافرين، عندنا مباراه دوليه. فاتحاد الكوره شاف ان هو الفرقه الثانيه لازم تجيب موافقه الفرقه الثانيه، الفرقه الثانيه وافقت ان احنا نلعب على لان المباراه على ملعبهم هم، فوافقوا ان احنا نلعب المباراه يوم الاحد. فاتحاد الكوره على طول وافق ان المباراه تلعب يوم الاحد. الموضوع بيمشي في اطار تعاوني مظبوط، لان في النهايه لفريق سان داونز بما انه بيمثل جنوب افريقيا. مظبوط مظبوط، انت في النهايه بتمثل الدوله، فاكيد لازم الكل يرضخ، لان هتواجه برضو مشكله لفريق اورلاندو بايرتس وفريق كايزر تشيفز، عندهم نفس الحكايه. الفرق بيننا وبينهم احنا خارجين بره نلعب بره، هم هيلعبوا على اول ماتش عندهم في الاول. فالدنيا اكيد لما يجوا يلعبوا الماتش العوده هياجلوا هم كمان مباريات. والدوري اعتقد يا محمد احنا فاضلين خمس مباريات، يعني قرب يخلص يعني. خمس مباريات فاضلين. طيب.